سلام عليكم. حدث ما لم يتوقعه أحد. تمنيات أكيد كثير تمنينا، بس إنه يصير هاي هي المفاجأة. لا اليابان ولا كوريا الجنوبية ولا أستراليا ولا إيران في نهائي كأس آسيا، بل هو نهائي عربي خالص يجمع الأخوين الشقيقين المنتخب القطري والمنتخب الأردني. عرس عربي خالص سنشهد في استاد لوسيل المونديالي يوم السبت إن شاء الله الساعة 6 مساء. هو أجمل ختام لأجمل قصة كتبت هنا في الدوحة لأجمل بطولة كأس آسيا في التاريخ من دون منازع. الأرقام والإحصائيات والتقييم والملاعب والمنشآت وكل شيء يؤكد إنها أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس آسيا. أنا شخصياً كمحمد عدنان مشاعري لا توصف أبداً. بقدر أقول إني هيك حققت أهدافي من البطولة. لا أريد أي شيء آخر. ومع ذلك راح أحكي لكم في حلقة اليوم مين راح يشجع في النهائي ومين راح يفوز في النهائي. يعني خلاص رسمياً راح أحسمها. اللي هقوله اليوم رسمياً هو راح يفوز. انتهى الموضوع. توقعاتي جبارة. أتوقع النهائي كوري إيراني. طيب، هي بطولة الخيال والجنون والمفاجآت وتحقيق الأحلام. وطني فلسطين لأول مرة تحقق انتصار في كأس آسيا وتصل لدور الستاعش. سوريا منتخبنا العربي الرائع يصل لدور الستاعش هو كذلك لأول مرة في تاريخه. منتخبنا العربي أسود الرافدين. العراق يقتل اليابان أقوى منتخب في القارة ويطيح به ويتصدر مجموعته بتسع نقاط وثلاث انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ العراق في البطولة. احزننا كثير على الخروج المبكر للبنان وعمان، ولكن كان التعويض انه ثمان منتخبات عربية من اصل 10 شاركت في البطولة وصلت الى دور 16. السعودية والامارات والبحرين وفلسطين وسوريا والعراق كلهم كانوا ابطال ومهدوا الطريق للعريسين الكبار لتصدر المشهد، الاردن وقطر. تعالوا نحكي عن المنتخب الاردني ثم القطري. مين عمل لايك؟ بدي 500 الف لايك، بدنا نفجر. وين الاردنيين والقطريين؟ فجروا لي اللايكات رسميا. واللي مش مشترك معنا في القناة راح يروح عليه تحليل النهائي يوم الاحد. الاردن قدمت افضل مباراة في تاريخها فنيا بفوزها على كوريا الجنوبية 2-0 في نصف النهائي. لأول مرة في تاريخها الأردن تسقط كوريا الجنوبية وتخرجها من كأس آسيا. كوريا الجنوبية اللي أخرجتها البرازيل من كأس العالم على ذات الأراضي القطرية، هذه المرة فعلتها الأردن، وأنا شخصيا كنت حاضر في المرتين. آسف سون. فكان لها أن كانت هاي المباراة هي أكبر فوز كقيمة فوز تحقق في تاريخ المنتخب الأردني. ركزوا راح أحكي الآن. التأهل لنهائي كأس آسيا أجمل من فوز في ملحق كأس العالم على أوزبكستان قبل 11 عام، والفوز بكأس آسيا أهم بكثير من مجرد الوصول والتأهل لكأس العالم. افهموها هاي. اسمح لي سمو الأمير الحسين ولي العهد سأسرب شيء من الحوار اللي جمعنا قبل 4 شهور في الأردن. سألني وقتها أين ترى المنتخب الأردني في بطولة كأس آسيا، فأنا قلت إنه أقل من دور ربع النهائي سأعتب عتاب شديد ولن يرضيني، وذلك طبعا قياسا على المستويات الفنية والجيل الحالي للاعبين. وقلت له ممكن يوصل المنتخب لنصف النهائي. طبعا هذا الكلام كان استقرائي وكان نظرتي الخاصة على الورق. طيب ليش محمد ما قلت وسيصل المنتخب للنهائي وسيفوز بالكأس كمان؟ لا يا أخوي، أنا آسف، أنا إنسان واقعي، أنا مش مندفع أبدا بعاطفتي. الورق والمنطق والعقل كان يقول إنه اليابان وكوريا وأستراليا هم المرشحين لللقب، وذلك قياسا على مستوياتهم الأخيرة والإبداع اللي عملوه في كأس العالم، فطبيعي يكونوا هم المرشحين وخلفهم إيران. هي هيك. ولكن والله كنت مؤمن يقينا جازما بمواهب هذا المنتخب. ذكرت كمان كلمة حكيتها لسمو الأمير عن المدرب حسين عموتة. قلت له من ميزات الأردن في هاي النسخة إنه البطولة في قطر، والحسين عموتة هو مدرب الأردن لأنه ابن قطر كرويا، فهو لعب أغلب مسيرته الكروية كلاعب هون في قطر، فهو حافظها وباصمها تماما وروحه متعلقة فيها، حافظ ملاعبها تماما، فراح يحس حاله بأرضه بين جمهوره. وقد كان والله ورب الكعبة حكيت هذا الكلام. طيب تعال نحكي فنيا عن المباراة وشو عمل المنتخب الأردني في الشمشون الكوري بقيادة عموتة. أول شيء عمله المنتخب الأردني إنه نزل مهاجم، وهذا أهم من أي شيء آخر. صدم الكوريين، ما لعب متحفظ. وليش أخاف؟ ما لعبت معكم في دول المجموعات وكان ممكن أفوز عليكم. فانطلق المنتخب الأردني للأمام، فرصتين في أول 4 دقائق صح ما تسجلت، بس في علم كرة القدم هاي الفرص إلها بالغ الأثر في نفسية اللاعبين. حتى لما تكون أهداف بيفهموا اللاعبين إنه الشباك الكورية ليست عصية، هي إحنا الآن الأخطر يعني قادرين. بالمقابل صح نجت كوريا، ولكن هاي الفرص تدب الرعب في قلوب اللاعبين الكوريين وهم بشر بتأثروا. طب تعالوا نحكي عن ثنائية يزن النعمات وموسى التعمري. تذكر شو حكينا عنهم قبل البطولة في حلقة أنا أقطع بدور المجموعات؟ كلامي كان قبل البطولة إذا ما أضفنا عليهم على علوان العائد للمشاركة إن شاء الله في النهائي. سمعني يا باسم، حطينا شوي شو حكينا. فنيا الأردن أعلى من البحرين وتمتلك جيل ذهبي هو فنيا وفرديا يكاد يكون الأفضل في تاريخ الأردن، ولكن هذا لا يكفي. التفاهم والتجانس مطلوب في الخط الأمامي. عندنا موسى التعمري نجم نادي مونبيليه الفرنسي ونجم المنتخب الأردني، يزن النعمات وعلي علوان، أظن هذا الثلاثي سيكون أساسي. ولكن الأهم ثم الأهم يا شباب أرجوكم التفاهم والتجانس واللعب لأجل المنتخب، أن نكون على الأقل برجل واحد. عشان هيك بقول اللي
ما عنده يزن لنعيمات وموسى التعمري فليبحث عن مثلهم او يشتري. هذه البطوله يا اخوان هي بوابه الاحتراف العربي اولا، يعني انه اللاعبين الاردنيين يحترفوا في اكبر الانديه العربيه، وبقول اولا لانه ثانيا هو الاحتراف الاوروبي. هي خطوات وهكذا تكون. المنتخب الاردني اقوى هجوم في البطوله ب 12 هدف، ولذلك بقول الهجوم الاردني يكاد يكون اقوى هجوم عربي. البعض ضحك لما حكيت هذه المعلومه في حلقه سابقه. خلينا نحكي شوي عن موسى التعمري نجم اللقاء الاول امام كوريا ويزن لنعيمات صاحب الهدف الاول. اذا انت كمشاهد ظنيت انه اللي بيعملوه امر بسيط وهين فانت غلطان كثير. هم من كثر مهاراتهم وفنياتهم خلوك تحس هذا الاحساس يا رجل. لو هو سهل لكنت شفت نجوم اليابان وكوريا الجنوبيه وايران المحترفين في اكبر انديه الاوروبيه بيعملوه، بس لا صعب جدا. لا سون توتنهام ولا مينامينو موناكو ولا كوبو سوسيداد ولا ميتوما برايتون ولا لي كانغ ان باريس سان جيرمان ولا مهدي الطارمي بورتو ولا سردار ازمون روما ولا جهان بخش فاينورد، ولا واحد منهم عمل اللي عمله في هاي البطوله الثلاثي اكرم عفيف نجم المنتخب القطري وموسى التعمري وازن لنعيمات. وذلك من ناحيه الانطلاق بالكره والاختراق في العمق والقدره الهائله على المراوغه في المناطق الضيقه متبوعه بجوده الفينش القاتل. شفت فرصه يزن في الشوط الاول في دقيقه 42 ومراوغته لثلاث لاعبين في جزء من الثانيه في زاويه صعبه اللي لولا ستر الرب على حارس المرمى الكره ضربت في وجهه، ضربت في وجهه فلف حارس المرمى وعطانا ظهره، رجعت الكره ممنون الروابده، ضرب الروابده ولكن الكره بشكل غريب وعجيب وباغرب تصدي في البطوله صدها حارس المرمى وهو معطي وجهه للجول وظهره للملعب. خلينا في يزن واللي عمله. يلا انت ورجيني الان لقطه مثلها لاحد النجوم الكبار اللي انا بحبهم طبعا كلهم وبقدرهم، بس اعطيني لقطه فنيه مثلها في البطوله، اعطيني لقطه تضاهي مقام به يزن نعمت لاعب النادي الاهلي القطري. طيب كمان اعطوني هدف بروعه وجمال وفنيات وموهبه هدف موسى التعمري في الهدف الثاني على كوريا كهدف جاء من جهد شخصي كامل. لا يا اخوان هذا هو الطغيان بعينه. ولسه انتظر جاي الدور في هذه الحلقه لاحكي عن اكرم عفيف، بس امسك المنتخب القطري. الحسين عموته هو اول مدرب عربي يصل لنهائي كاس اسيا منذ بطوله 1984، سكر ملف يزن لنعيمات وموسى التعمري. لا وانتظروا علي علوان راجع في الفاينل. طيب خلوني احكي لكم كمان سر، انا وصديقي صالح اذا بتتذكروه لفت انتباهنا انه حارس مرمى منتخب كوريا الجنوبيه ظهر في الادوار السابقه انه حارس مرمى ضعيف في تصدي للكرات بعيده المدى، ما بيعرف يمسك يرتبك ويرد الكره، وبطيء التحرك والاستجابه عنده ضعيفه. شو عملت انا؟ ارسلت رساله لصديقي انس بن ياسين لاعب المنتخب الاردني قلب الدفاع، وانس بن ياسين يعتبر اقدم لاعب في المجموعه، صار له 14 سنه مع المنتخب وكلمته مسموعه داخل الفريق. ارسلت له فويس مسج بقول له يا كابتن انس، انا متاكد ان المدرب حسين عموته منتبه لهذا الامر، ولكن زياده الخير خيرين، حارس مرمى منتخب كوريا الجنوبيه ضعيف في تصدي للكرات بعيده المدى، اضربوا عليه من بعيد، كل ما جاتكم الفرصه سددوا واضربوا. وهذا المسج يا انس حطه في جروب الواتساب الخاص باللاعبين. قال لي ابشر سافعل. ولذلك في اول 4-5 دقائق نزار رجل اطلق تسديده اتبعها احسان حداد بقنبله مرت بجانب القائم، ثم استمرت وتوالت الفرص الاردنيه. وصلنا في لحظه ما 8 فرص للمنتخب الاردني على المرمى الكوري في مقابل فرصه واحده فقط لكوريا. طغى المنتخب الاردني هجوما، قدم مباراه عالميه. ابتدت الفرصه الوحيده لكوريا ايش كانت؟ ضربه راسيه صدمت بالقائم في دقيقه 32، وفعلا دقت ناقوس خطر انه حرام هذه الفرصه اللي بتضيع ان لم تستثمر وتكون اهداف. مر الشوط الاول بحلوه ومره، وفي الشوط الثاني كان الابتلاع. المنتخب الاردني بحنكه الحسن عموته لم يقع في ذات الفخ اللي وقع فيه كل خصوم كوريا الجنوبيه، جريناهم في اللياقه البدنيه، لم نفقدها كالعاده بين الدقه 60 و70، كنا نعلم ان كوريا ستضغط حتى النهايه، كلمه حق في ثلاثي خط الدفاع، عبد الله نصيب ويزن العرب وبراء مرعي، ابدع هذا الثلاثي. تعرفوا هذا الثلاثي اوقف مين؟ اوقف ثلاثي مرعب محسوب في اوروبا، سون هيونغ من واحد من افضل لاعبي العالم، لي كانغ ان اللي قبل دور نصف النهائي كنت اعتبره افضل لاعب في البطوله، وهوانغ هي تشان نجم الولفز في الدوري الانجليزي، ورب الكعبه اوقفوهم ودمروهم وصدوهم. ويزيد ابو ليلى حائط صد خلف الجميع، المنتخب الاردني يكبر في البطوله مباراه بعد اخرى. الهدف الاول للمنتخب الاردني في دقيقه 53 خطا تمرير قاتل من اللاعب الوسطي الكوري، قطعها موسى وانطلق موسى وعمل الجهد موسى وسلم يزن، ويزن امام المرمى لا يرحم البته، يقتل بلمح البصر. اما الهدف الثاني فكان بعده ب 13 دقيقه، ايضا خطا من لاعب خط وسط كوريا الجنوبيه، ولكن مين اللي قطعه وبدا الهجمه؟ نزار رشدان. من نزار لموسى، ثم عمل موسى كل شيء في عالم كره القدم، تحول فجاه لمارادونا وميسي، وتسديد بخارج المنطقه وحارس منتخب كوريا الجنوبيه ضعيف. طيب في لقطه كمان ساهمت بهذا الفوز الاردني، في الدقيقه تقريبا 70، محمد ابو حش الظهير الايسر انقذ المنتخب الاردني من هدف محقق، وقطع الكره في اخر لحظه من امام لي كانغ ان في لقطه بطوليه مشهوده، لو هذا الهدف تسجل لتغير مسار المباراه تماما. بطل يا محمد، كلام كثير في نفسي احكي عن المنتخب الاردني، ولكن لسه بقينا مباراه نهائيه، راح نحلل المباراه النهائيه تماما في حلقه حتكون يوم الاحد ان شاء الله. تعرفوا يا اخوان كم القيمه السوقيه للمنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب الاردني؟ عشان تعرف انه اللي صار امر مش عادي. القيمه السوقيه للمنتخب الكوري الجنوبي 193 مليون يورو، القيمه السوقيه للاعبي المنتخب الاردني 13.7 مليون يورو فقط، تخيل الفرق. خرج المنتخب الكوري ولكن لفت انتباهي القائد المحنك الفذ سون هيونغ من اللاعب المحترم، انا شخصيا بحبه كثير وصل لي 10 سنين متابعه في توتنهام، بعد المباراه في تصريح له ما رفع وجهه ابدا عن الكاميرا، طقطق راسه واعتذر للشعب الكوري الجنوبي عن ما حصل، وحمل نفسه واللاعبين مسؤوليه هذا الخروج بالاضافه للمدرب الالماني يورجن كلينزمان. اقلب صفحه الاردن ونفتح صفحه المنتخب القطري. المنتخب القطري اللي كثار شككوا فيه بعد كاس العالم 2022، كيف المنتخب كان بطل اسيا في 2019 يخرج من دور المجموعات في كاس العالم، ولكن اثبت العنابي انها كبوه جواد، وبالامس في منتخب جديد مع مدرب
جديد. منتخب قوامه فقط 3 لاعبين اساسيين شاركوا في التشكيل امام ايران، كانوا اساسيين في النهائي امام اليابان قبل 5 اعوام، اكرم عفيف والمعز علي وبيدرو. والمدرب الجديد استلم المهام قبل شهرين فقط في تحدي كبير لوبيز، وهذا المنتخب القطري اثبت انه العمله الصعبه في اسيا. ايران التي اخرجت اليابان تتقهقر امام المنتخب العنابي وتخسر 3-2 في استاد الثمامه الموندياليه باداء من اجمل ما يكون، ومباراه تنافس في جماليتها لقاء العراق والاردن في دور 16، ايهما كان اللقاء الاجمل في البطوله، لقاء تاريخي لن ينسى ما حييت. اكدوا فيه شباب العنابي ان لا ياس مع الحياه ولا حياه مع الياس. المنتخب الايراني احرج المنتخب القطري وتقدم عليه بعد 4 دقائق فقط. اي منتخب اخر ممكن يتضعضع ويخاف ويتراجع، ولكن العنابي راصد هدفه ورايح له الى الامام الى الامام بغيه احراز التعادل. اكرم عفيف يا ناس، كم احنا محظوظين بلاعب عربي كأكرم. أكرم يا اخوان فارق عن جيله، فارق في المنتخب القطري، لاعب وانت مغمض مكانه أوروبا، مع العلم انه من مخرجات أكاديمية أسباير، ولكن بعد ذلك لعب فترة بسيطة في بلجيكا ثم كانت العودة لقطر. أكرم عفيف لاعب خارق قادر أن يهز ويخلخل دفاعات أي منتخب في العالم، مهارة وسرعة لدرجة قف. في آخر 14 هدف للمنتخب القطري في البطولة أكرم ساهم فيها جميعها ما بين تسجيل وصناعة، صدق ولا تصدق. الهدف الأول صنعه أكرم، الهدف الثاني عفو الله الرحيم كان من زاويتي أمامي، عمله استلم وراوغ وفتح زاويته وضرب نيزك في مرمى علي رضا بيرفان. الهدف الثالث هو الاستثناء، أكرم لم يشترك به. اللاعب البديل عبد العزيز حاتم الذي سجل في نهائي 2019 في مرمى اليابان نزل من الدكة، ومعروف عبد العزيز بقوة تسديداته اليسارية. عبد العزيز سدد ولكنها حط الرحلة على قدم المعز علي داخل منطقة الجزاء. هون شو اللي صار؟ الظهير الأيمن للمنتخب الإيراني رامين كان يتمشى ومش منتبه، وقع بالفخ الكبير. المعز استلم وسجل ثاني أهدافه في البطولة، هداف البطولة السابقة ب9 أهداف، أضف لهم هدفين في هذه البطولة، 11 هدف لينفرد في المركز الثاني تاريخيا على مستوى هدافي بطولة كأس آسيا بعد الأسطورة الإيرانية علي الدائي، حفظناها. فالمعز علي قادر إن شاء الله أن يكسر هذا الرقم، إذا مش في هذه البطولة في البطولة القادمة في السعودية إن شاء الله. سأشيد كذلك بدفاع المنتخب القطري، صمد صمود الأبطال حتى النهاية، مع العلم أنهم لعبوا تقريبا 17 دقيقة وقت بدل ضائع، مع هجوم إيراني كاس حتى اللحظات الأخيرة، ومع ذلك صمدوا صمود الأبطال. المدرب لوبيز المدرب السابق لنادي الوكرة استلم المهام كما قلنا قبل شهرين، شو عمل هذا الرجل؟ قال الاتحاد القطري أعطوني كل الصلاحيات لأفعل ما أريد، فاختار أن يعتمد على ثنائية قلب الدفاع اللي كانوا عنده في نادي الوكرة واللي ما كان يلعب مع المنتخب القطري، المهدي علي ولوكس مينديز. المهدي لاعب ممتاز جدا في قطع الكرات والألعاب الهوائية، ولكن مش مميز بالكره وهي على الارض. بالمقابل لوكاس مينديز افضل ميزه عنده اللعب بالقدم والخروج بالكره ثم تمراته الطويله، وتدخلات هذا اللوكاس كانت حاسمه. برايي لوكاس مينديز هو ثاني ابرز نجم في المنتخب بعد اكرم عفيف في هذه البطوله. المدرب لوبيز في كل مباراه بيحط تشكيل مختلف، بل وانه يغير التكتيك، يعني مثلا في لقاء ايران لعب بال 4-4-2 الصريحه، ولذلك ريح القائد حسن هيدوس ووضعه على الدكه، فتشكيل 4-4-2 صريحه خاليه من لاعب صانع العاب، فلم يحتج لحسن هيدوس في الشوط الاول، اقحم في الشوط الثاني نعم، ولكن لعب اغلب المباراه بفكره الظهيرين والجناحين. بيدور ظهير ايمن، محمد وعبد الأيسر. يوسف عبد الرزاق لاعب وسط ايمن بتحول الى جناح في الحاله الهجوميه، وهمام الامين لاعب وسط يساري يتحول لجناح ايسر في الحاله الهجوميه، وثنائيه في الامام لا مركزيه بين اكرم عفيف والمعز علي يتبادلان الادوار، واحد منهم بضم للعمق والاخر يسانده، والعكس صحيح، المعز على اليمين واكرم ماسك اليسار، وعنده لاعبين محاور في خط الوسط، جاسم جابر صاحب الهدف الاول واحمد فتحي صنع الهدف الثاني. منتخب قطري متكامل العناصر، ومع ذلك لوبيز في كل مباراه بيغير ولم يصل حتى الى التشكيل الاساسي للفريق، فلا نعلم كيف سيلعب في النهائي. من الملاحظات الغريبه العجيبه انه كل المنتخبات اللي فاز عليها المنتخب القطري في البطوله تنتهي بحرف الان، عد معي يلا، لبنان، الصين، طاجكستان، فلسطين، اوزبكستان، وايران، والنهائي سيكون مع الاردن. ايش هذا؟ لا هذا تطير يا اخوان ما بصير، بس هي مجرد ملاحظه. زي ما في ملاحظه اخرى بتقول انه المنتخب الذي يخرج العراق من البطوله يصل الى نهائي كاس اسيا من اكثر من 50 عام في كل مشاركه العراق، ما عمرها شاركت العراق واخرجها منتخب الا هذا منتخب ذهب للنهائي، سواء فاز او خسر الفاينل الله اعلم، وهذا ما حصل مع الاردن هذه المره. طيب انا مين راح اشجع في النهائي؟ اكثر سؤال بيوصلني من كل مكان، شوفوا يا اخوان انا كشخص فلسطيني، الفلسطيني بطبعه يولد باي ديفولت من المصنع بيجي، بلده الثاني هي الاردن، ففلسطين والاردن واحد، ثم اني احمل الجواز الاردني وبه اجوب الدنيا، بس لا تنسى كمان اني عايش في قطر من 26 عام، فهي كذلك تعتبر بلدي الثاني، فانا ساشهد نهائي تاريخي وانا مستمتع وحاط رجع رجل، ولكن عندي تحليل الشخصي، قطر نظمت اجمل بطوله كاس اسيا في التاريخ، ففازت رسميا، فازت، اضف الها انها هي اصلا حامله اللقب وتذوقت متعه ولذه البطوله، المنتخب الاردني بده هذا اللقب، الشعب الاردني يحتاجه، كما كانت قطر 2019 الاردن تحتاجه 2024، وقطر خلص فازت بالتنظيم وكسبت احترام كل العالم، فتعال نجمعها مع بعضنا. فانا بصراحه اتمناها اردنيه، فان ما كانت اردنيه فما راح تبعد، ظلت في قطر ورب الكعبه راح احتفل في الحالتين. احكوا لي في خط التعليقات شو رايكم باداء المنتخب القطري واداء المنتخب الاردني في نصف النهائي، ومن سيفوز رسميا؟ انا ما قلت لكم راح يفوز، اتوقع انها لقطر بصراحه. احكوا لي شو رايكم في خط تعليقاتهم، واللي ما تابعني في حسابات شخصيه تابعني اني بغطي مباريات من قلب الملاعب، هاي كل حسابات شخصيه عليها يومياتي اول باول، روح انطلق هناك واسالني اي سؤال بدك اياه وبجاوب ان شاء الله. اراكم على خير اصدقائي، سلام عليكم. اللي ما شاف الحلقه الماضيه اللي حكينا فيها كيف سيكون مبابي في ريال مدريد، وكيف قتل الارسنال ليفربول، وماذا يفعل المنتخب الاردني في كاس الامم الاسيويه، وجنون افريقيا، يتابع الحلقه من هون.